السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Em Habib Jamali dari UPMK Provinsi Riau. Sekarang berada di Musalla Darul Ilmi LPMP Riau Jalan Gajah, Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang akan membacakan surat An-Naba, yakni surat Amma Yatasaalun. Nah, inilah yang akan dibacakan pada hari ini, Senin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا
أنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا
الدجاج لنخرج به حبا ونباتا جنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوق فيها بردا ولا شرابا إلا جميل إلا حميما ووساقا صدق الله العظيم. الله أكبر
واته انك لا تخلف PMP Provinsi Riau yang baru selesai dibangunnya beberapa bulan yang lalu. Selamat dimanfaatkan. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah.